للمرشح مروان عصام عبد اللطيف الطائي، الاتحاد الوطني الكردستاني، قائمة 162 تسلسل 58 عن محافظة نينوى. هدفنا خدمة الموصل وخدمة شبابها وكل من له علاقة بالموصل على مستوى محلي ودولي، وأرجو من الجميع مساعدة الموصل وإعمارها على أن تكون أجمل وجهة كما كانت من قبل. ولا تنسوا يوم التصويت 12/5 وصوتوا الاتحاد الوطني الكردستاني.